بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني الفندقي، إن شاء الله إحنا هنراجع مع بعض مراجعة عامة اللي هي تعتبر مراجعة ليلة الامتحان. إن شاء الله هنتعرض لبعض الأسئلة اللي هي إن شاء الله بإذن الله بتيجي في الامتحان. ممكن يجي لي السؤال بتاع اكمل. السؤال بتاع اكمل ممكن يجي على هيئة اختيارات، على هيئة صح وغلط، ممكن يجي لي المجموعتين ألف وب، اختار ما يناسب المجموعة ألف من المجموعة ب. مثال على كده، هنبدأ كده على طول. رقم واحد مثلا يجي يقول لي ايه، تنقسم مصر من الناحية الجغرافية إلى 5 أقاليم طبيعية. اللي أنا كاتباه بالخط التقيل ده هو اللي بيجي في اكمل. خلاص، طبعا كلنا عارفين إن مصر عبارة عن 5 أقسام، هما الوادي، الدلتا، الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية، شبه جزيرة سيناء. خلاص، المصري القديم كان موجود في الصحاري طبعا كلنا عارفين، وطبعا السبب الرئيسي ان كان في فترة اسمها العصر المطير. فالعصر المطير ده ادى الى نمو النباتات وكثرة الحيوانات. لما حصل جفاف وانتهى العصر المطير، المصري القديم نزل قعد في وادي النيل. فوادي النيل كان عامل جذب ليه، لأن طبعا الحياة عامرة بالنباتات والحيوانات وحياة مزدهرة يعني، وفيها كل ما يحتاجه الإنسان. فالطبيعي إن الحضارة تقوم في أحواض الأنهار الكبرى زي نهر النيل كده. لما نزل قاعد جنب نهر النيل، المنطقة اللي حوالين نهر النيل عليها بنقول عليها حوض نهر النيل أو وادي النيل أو وادي النيل، كلمة أحواض أو أودية الأنهار الكبرى. خلاص يا جماعة، فطبعا زي ما في مصر في الأنهار في البلاد المختلفة قامت عليها حضارات، لأن بتقوم الزراعة على أنهار. خلي بالنا إن الحضارة المصرية القديمة حضارة زراعية، دي عشان قامت على نهر النيل. خلاص، طيب تكملة لكلامنا رقم 3، احنا لو تخيلنا خريطة مصر كده بنلاقي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية في نص نهر النيل، وطبعا على الجنبين او دي وادي النيل اللي هو الضفة الشرقية والضفة الغربية. لو تخيلنا ان نهر النيل مش موجود، مصر كلها تبقى صحراء. خلاص، يبقى النيل هو اصل الحياة الميسرة في الصحراء الشاسعة. خلاص كده، يبقى لو جانا في الامتحان يقول لي نقط هو اصل الحياة الميسرة في الصحراء الشاسعة، هقول له النيل. خلاص، رقم 4، البابا جريجوار 13 ده كان موجود في القرن ال14. موجود في القرن ال14. طيب، الحياة تقوم وتزدهر في الجهات التي يعتدل بها نقط طول العام، يعتدل بها المناخ. خلاص، طيب المصري القديم زي ما احنا لسه قايلين ان كان عايش فوق الصحاري، والمعيشة بتاعته فوق الصحاري كان ليها سبب اللي هو غزارة الأمطار. غزارة الأمطار أدت إلى نمو النباتات وكثرة الحيوانات. فأول مجهود هيعمله الإنسان علشان يسد حاجته الرئيسية اللي هي الحاجة إلى الطعام أو الجوع بالبلدي زي ما احنا بنقول، يعني إن هو يصطاد الحيوانات ويأكل لحومها وجمع الثمار. يبقى أول مجهود حضاري بذله المصري القديم ويهدف إلى سد مطالب الإنسان الأساسية صيد الحيوان وجمع الثمار. هنيجي نلاقي بعد كده أولى الخطوات نحو قيام نظام حضاري يعمل للصالح العام، معرفة الرعي والزراعة. وطبعا ده كان في العصر الحجري الحديث. في العصر الحجري الحديث هيزرع وهيبتدي يستقر ويرتبط بالأرض وهتزيد الثروة الحيوانية. يبقى كده انت هتبتدي ان انت تحط رجلك على اول سلمة من سلالم التقدم او اولى خطوات التقدم. ونفس الكلام الرعي اللي هو تربية الحيوان، هتزيد عندك الثروة الحيوانية، هيستخدم الحيوانات في النقل، وزي ما احنا عارفين هيستفيد من لحومها وألبانها وجلودها وأصوافها وشعرها. طيب، الشعب المصري هو أول من اخترع الكتابة. خلاص،
اوعى يجي يقول لنا حد تاني اخترع الكتابة ونقول له صح في الجملة بتاعت صح وغلط. لكن الإغريق هم اللي أطلقوا اسم الكتابة الهيروغليفية على اللغة التي اخترعها المصري القديم. طيب، حجر رشيد يرجع لعهد البطالمة. هنيجي نلاقي حجر رشيد اتعمل أيام البطالمة، وكان متسجل عليه تاريخ مصر، واللي قسم مصر إلى 30 أسرة، وسجل الكلام دوت هو المؤرخ المصري مانيثون. حجر باليرمو يرجع لعهد الأسرة الخمسة. وفي عندنا بيجيلي في الامتحان اكتب ما تعرفه عن حجر باليرمو. هو أصلا يرجع لعهد الأسرة الخمسة، يعني عندنا إحنا في مصر، لكن ليه تسمى حجر باليرمو؟ لأن معظمه دلوقتي موجود في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية. طيب، هنيجي نلاقي حجر الصوان ظل هو الحجر الأساسي المستخدم لانتشاره وكثرته وصلاحية تشكيله. أنا كاتبة هنا إيه؟ اكمل مثلا لغاية الحجر الأساسي المستخدم، وكده هنكمل بكلمة حجر الصوان. لكن لما أجي أقول لانتشاره وكثرته وصلاحية تشكيله، يبقى ممكن يجي لي السؤال بما تفسر ظل حجر الصوان هو الحجر الأساسي المستخدم؟ هقول له الانتشار، لأنه مليان متوفر عندهم بكثرة، خلاص، وسهل التشكيل بالنسبة ليهم. خلاص، يبقى دي كده سؤال اكمل وبما تفسر. السؤال اللي بعد كده، توصل المصري القديم إلى استخدام النحاس في أواخر العصر الحجري الحديث. ظهرت أثر كبيرة تتوارث مناصب الوزارة والوظائف الكبرى في عهد الأسرة الخمسة. الأسرة الخمسة زي ما احنا عارفين كلنا إن اللي أسسها رجال الدين، اللي أسسها رجال الدين، ورجال الدين كانوا اهتمامهم أكتر بالأمور الدينية، فكانوا بيغدقوا بالهدايا والمناصب العليا على اللي هم الوزراء والموظفين اللي هم بيعتبروا ذوي الخبرة، فكانوا بيدوهم مقابل ان هم يديروا شؤون البلاد وبيتوارثوا المناصب الكبرى. ازاي الكلام ده؟ هم بقى بعد ما كانوا بياخدوا المناصب ديت، فاصبحت حكر عليهم، يعني هم يتوارثوها هم وابنائهم، لان هم اللي عندهم الخبرة في ادارة شؤون البلاد. خلاص، يبقى ظهر الكلام ده في عهد الأسرة الخمسة، لأن اللي أسس الأسرة الخمسة رجال الدين وهم مش عندهم خبرة في إدارة شؤون البلاد. عندي تمثال شيخ البلد، ده كان من الخشب، وعندي تمثال الملك خفرع كان من حجر اللابورت الصلب. السؤال ده ممكن يجيلي في اختيارات وممكن يجيلي في صح وغلط. خلاص يا جماعة، الاتنين طبعا موجودين أيام الدولة القديمة. هنيجي نلاقي في عهد الملك بيبي الأول تعرضت البلاد لهجمات البدو. فبيبي الأول ده كان ملك، استعان بالقائد أوني. أوني ده أول من استعان بالأسطول، أول من استعان بالأسطول في صد هجمات البدو. بس يا جماعة، خلي بالنا إن ممكن يجيلي في الامتحان السؤال ده اكمل أو اختيارات. طيب، العصر المتوسط الأول، طبعا برضو ممكن يجي لي يقول لي اكتب ما تعرفه عن، أو اكتب مذكرات تاريخية عن العصر المتوسط الأول. هنيجي نلاقي بعد كده في مذكرات تاريخية السؤال ده أنا عاملة له جزئية لوحده، استمر قرابة 150 سنة. أسرة أهنسيا ظهرت بزعامة أمير يدعى خيتي. خلاص، الأسرة التاسعة والعشرة استمر حكمهم 120 سنة. برضو احنا تعرضنا في المنهج بتاعنا كله لقصتين، قصة خوفو والسحرة ترجع لعهد الأسرة الخمسة، او دي دايما بيجي عليها أسئلة يعني، وقصة الفلاح الفصيح في الأسرة العشرة. خلاص، اول واقدم بناء حجري ضخم هرم زوسر. مدام قال لي اقدم، يبقى على طول هقول هرم زوسر. هنيجي نلاقي أول هرم كامل عرفته مصر هرم سنفرو.
أول جيش نظامي عرفه التاريخ في عهد الدولة الوسطى التي استمرت 300 سنة. تمام كده يا جماعة؟ أول وحدة معمارية في تاريخ البلاد، الملك منتوحتب الثاني ربط فيها بين قبره الهرمي ومعبده الجنائزي. يعني ايه؟ يعني الاتنين في مكان واحد، ودي تعتبر أول وحدة معمارية في تاريخ البلاد. يبقى ممكن يجي لي إلى من تنسب الأعمال. خلي بالكم يا جماعة، الملوك في السؤال بتاعك اكمل، ممكن يجي لي في إلى من تنسب الأعمال الآتية. يبقى اللي ربط بين قبره الهرمي ومعبده الجنائزي في أول وحدة معمارية في تاريخ البلاد، هقول له منتوحتب الثاني. نركز كده ونخلي بالنا. طب صاحب الفضل الأكبر في بناء النهضة وأسس الأسرة الـ12، وطبعا الأسرة الـ12 حكمت لمدة 200 سنة، والملك ده حكم حوالي 30 سنة، هو أم لمحات الأول. هنيجي نلاقي بعد كده أبدى قوة عسكرية وقدرة إدارية لم يظهرها ملك آخر، وتميز بمشروعاته المتعددة، سنوسرت الثالث. اعتبره المصريين إلها يعبد. يجيلي في بما تفسر، يقولي بما تفسر اعتبر المصريون سنوسرت الثالث إلها. هقول لأنه أول من مصرها، اللي هي بلاد النوبة، وجعلها جزءا مكملا لمصر. تمام كده؟ هنيجي نلاقي أم لمحات الثالث، عصره عصر سلام ورخاء، وجه جهده للتنمية واستثمار الموارد الطبيعية. طيب لما يجي يقول لي الفترة من الأسرة الـ13 إلى الأسرة الـ17 دي استمرت قرنين. عندي الأسرة الـ13 والـ14 فوضى، ودخل الهكسوس مصر وحكموا بعدها البلاد حوالي 100 سنة. الأسرة الـ14 حكمت البلاد من مدينة سخا. عندنا منطقة بني حسن من أشهر المواقع الأثرية التي ترجع لعهد الدولة الوسطى. أشهر واحدة فيهم على فكرة، المواقع الأثرية للدولة الوسطى كتير، لكن أشهر واحدة فيهم هي منطقة بني حسن. تحتمس الثالث قام ب16 حملة. برضو ممكن يجي لي السؤال ده في إلى من تنسب الأعمال الآتية في فلسطين وسوريا، ويعد أعظم ملوك مصر الفرعونية وأقدر قوادها. ممكن يجي لي في سؤال بتاع التوصيل اللي هو بيجيب لي عمودين ألف وب. غادر بجيشه قلعة ثراو اللي هي القنطرة حاليا، زمان كان بيقول عليها ثراو. إخناتون اللي هو أمنحتب الرابع كان رجلا دينيا. ممكن يجي لي صح وغلط، يقول لي كان إخناتون رجلا عسكريا. غلط طبعا، هو كان رجل دين نادى بعبادة الإله الواحد اللي هو آتون. آخر فراعنة مصر العظام رمسيس الثالث. أروع تماثيل الدولة الحديثة تماثيل لتحتمس الثالث من المرمر والشست. بلغ فن الرسم حد الروعة في مقبرة الملكة نفرتيري، وهي أجمل وأبدع مقابر طيبة. بلغ النقش على الجدران أزهى عصوره في عصر الملك سيتي الأول. ممكن يجي يقول لي بلغ النقش على الجدران أزهى عصوره في عصره، في السؤال بتاع إلى من تنسب الأعمال الآتية. أكبر دار للعبادة على وجه الأرض، وأعظم ما شيده الإنسان في العالم القديم معابد الكرنك. معابد الكرنك. أجمل آيات الفن المعماري القديم معبد الأقصر، وقد خصص لعبادة الإله آمون. معابد الآلهة يا جماعة، أنا بصوا يعني إيه برضو، طبعا هو مش هيجي لي أكمل يقول لي قول لي معابد الآلهة، لا هو عايز يعرفني بس الجزئية بتاعت إن أيام الدولة الحديثة كان في معابد للآلهة والمعابد الجنائزية
والمقابر الملكية. فأنا عندي معابد الآلهة، معابد الكرنك، معبد آمون، معبد الأقصر، معبد أبو سمبل اللي عملهم رمسيس الثاني، معبد سيتي الأول. وطبعا سيتي الأول سجل على جدرانه أسماء الفراعنة الذين حكموا البلاد من قبل. المعابد الجنائزية عندي معبد الملكة حتشبسوت، معبد الرمسيوم لرمسيس الثاني، معبد مدينة هابو لرمسيس الثالث. عندي يجي يقول لي اكتب ما تدل عليه العبارات الآتية: هو ذلك الوادي البعيد المنعزل بتلال الصحراء الغربية. هقول له وادي الملوك. أول من اكتشف وادي الملوك المهندس أنيني. المهندس أنيني. طيب هنيجي نلاقي كان في حاجة اسمها الأعياد الشعبية في الدولة الحديثة، زي عيد الربيع وعيد الفيضان وعيد البذور وعيد الحصاد، والأعياد الدينية موكب آمون وأعياد الجبانة وأعياد فرعون اللي هو تتويجه وجلوسه على العرش. أيام الدولة الحديثة كان أكثر فراعنة الدولة الحديثة هواية للصيد وبراعة في أمنحتب الثالث. ملوك طيبة أطاحوا للبلاد عهدا زاهرا استمر 300 سنة. استطاع حكامها في منتصف القرن الستاشر قبل الميلاد من تخليص مصر من الهكسوس. آثار البر الشرقي اللي هي مدينة الأحياء، معابد الكرنك، وتشغل حوالي 200 فدان، أقيمت خلال ما يقرب من 2000 سنة. آثار البر الغربي مدينة الأموات اللي هي المعابد الجنائزية والمقابر الملكية. طيب العصر المتأخر استمر قرابة 750 سنة، والعصر المتأخر ده اللي هو من 21 لغاية 30، لو احنا بصينا في التقسيمة كده عندي العصر المتوسط الثالث من 21 ل 25، عصر النهضة الأسرة 26، العصر الفارس الأسرة 27، عصر الأسرات المستقلة من 28 لل 30. خلاص يبقى هو من 21 لل 30. طب احنا كده ايه بنقولها بالتفصيل بقى: الأسرة 21 باي نجم أعاد الوحدة للبلاد بعد مينا ومن تحتب الثاني وأسس الأسرة 21. احنا عارفين الملك مينا أسس الأسرة الأولى، من تحتب الثاني أسس الأسرة 11، وباي نجم أسس الأسرة 21. باي نجم، باي نجم ده كان كبير الكهنة بعد حريحور. حريحور دوت اللي هو لقب نفسه بالألقاب الملكية. فباي نجم تزوج ابنة حاكم تانيس ووحد البلاد للمرة الثالثة. في نهاية الأسرة 21 حصل فوضى في البلاد، فجي واحد من الجنود المرتزقة الليبيين اللي هو شيشانق، أسس الأسرة 22، واتخذ طليباستا هي العاصمة، وأخضع هنكمل بقى مع بعض أسئلة، يعني شوية نماذج أسئلة كده بما تفسر. أول سؤال ممكن يجيلي يقول لي بما تفسر تحول مصر من حالتها البدائية إلى التقدم الحضاري في ظل الحضارة الفرعونية، هنقول له إيه؟ السؤال معناه إيه بقى، عشان برضو ممكن يكون إيه في ناس مش واضح بالنسبة لها السؤال. يعني إن مصر تحولت من الحالة البدائية اللي هي البرية المتوحشة إلى حالة التقدم الحضاري. هقول له السبب إن بلادنا كانت بتحتوي أو تشتمل على المقومات الأساسية اللازمة للحضارة العظيمة، ولم ينقصها إلا جهد وكفاح الإنسان من أجل
تسخير الطبيعة لإيه؟ لمصلحته. يبقى الإجابة إن بلادنا اشتملت على المقومات الأساسية اللازمة لقيام الحضارة العظيمة، ولم ينقصها إلا جهد الإنسان وكفاحه. طبعا إلى جانب إن مصر القديم كان على جانب كبير من الفطنة، الفطنة يعني الذكاء والجهد والاجتهاد. خلاص؟ طيب هنيجي نلاقي السؤال اللي بعد ده، يجي يقول لي إيه؟ اهتم المصريون القدماء بمراقبة النيل. ليه كانوا بيراقبوا النيل؟ يعني بيشوفوا إمتى المنسوب معتدل يصلح للزراعة، يعني المياه زيادة، وإمتى عالي عن المستوى المطلوب، فبالتالي يبتدوا ياخدوا حذرهم ويعرفوا الوقت دوت ويبنوا السدود لوقف هذا الفيضان. خلاص؟ وإمتى يكون المنسوب منخفض، فبالتالي مش هينفع يزرعوا. يبقى حظ البلاد من الخصب والجدب، يبقى بيهتموا بمراقبة النيل لأن حظ البلاد من الخصب والجدب وحالة السكان من الغنى والفقر توقف على ذلك الفيضان. وطبعا أدركوا أهميته وقدروا خطره اللي هو لما يكون الفيضان عالي ممكن يغرق البلاد. السؤال اللي بعد دوت، كان للنيل أثر واضح في عقائد المصريين وطباعهم، لأنه كان مصدر من مصادر اعتقادهم في البعث. كأنه بيسألني سؤالين في سؤال واحد يا ولاد. ازاي بقى؟ يعني هيقول لي النيل ليه تأثير في العقيدة. ايه بقى التأثير بتاع العقيدة؟ ان هو خلاه بيعتقد في البعث اللي هو الحياة الاخرى بعد الموت. والطباع ده بقى السؤال اللي انا بقول عليه ده، كأنه سؤالين في سؤال. طباعهم بقى اثر في طباعهم ازاي، او حالهم يعني، او الهمهم في بسن القوانين، علمهم الصبر والحرص، دي كلها طباع حميدة، وبعد النظر في أمور الحياة، يبصوا لقدام والعمل من أجل الحاضر والمستقبل، والادخار المستقبل إن هو إحنا ندخر نحوش، زي ما إحنا نقول مثلا إيه المية هتقطع مثلا بكرة، يبقى نحوش مية من بدري عشان من إيه ما يبقاش عندنا في أزمة. يبقى الادخار لمواجهة الأزمات الصعبة والظروف. تمام كده؟ طيب كل ده بيقول لي بقى ايه؟ ان ليه المصريين قدروا فضل النيل؟ لانه سبب قيام الحضارة الرفيعة، ولانه مصدر الحياة، ولولاه لما وصلوا الى الرغد في العيش. يعني هنقول له سبب قيام الحضارة الرفيعة ومصدر الايه الحياة. ماشي؟ طيب يجي يقول لي سؤال تاني، بقاء الآثار المصرية حتى الآن بسبب جفاف مناخ مصر. دي كلها عوامل طبيعية هي اللي خلت الآثار موجودة لغاية النهاردة، وبالتالي الآثار عامل جذب بالنسبة للسياح. وطبعا احنا كلنا عارفين ان السياحة مصدر هام من مصادر الدخل القومي، الى جانب طبعا ان الآثار دي بتحكي لي عن تاريخ اجدادنا العظماء. طيب انا عايز اتكلم في حاجه، ان الـ لما اقول الاثار موجوده لغايه النهارده بسبب جفاف مناخ مصر، ده بيوضح لي اثر عامل من العوامل الطبيعيه اللي هو المناخ الجاف. خلاص؟ اقبال، السؤال ده بيجي لي على بقى ثقتين كده، اقبال او سكن المصريين القدماء على الصحراوات، او اقبال المصريين القدماء على سكن الصحراوات، او سكن المصريين القدماء للصحراوات. طبعا ما فيش حد بيسكن في الصحراء زي ما اتكلمنا قبل كده في كذا سؤال، طبعا هقول له لان في فتره كان فيها الامطار غزيره، يبقى لغزاره الامطار، غزاره الامطار تؤدي الى وفره النباتات وبالتالي كثره الحيوانات. هقول الثلاث جمل دول، لغزارة الأمطار ووفرة النباتات وكثرة الحيوانات. خلاص؟ لما انتهى عصر المطير، المصري القادم هيفضل في الصحراء؟ لا، هيهاجر من الصحراء وينزل إلى وادي النيل. يبقى بما تفسر رقم 7 هجرة أو نزول المصري القديم إلى وادي النيل؟ هقوله بسبب الجفاف وانتهاء العصر المطير وجفاف النباتات وهرب الحيوانات. طيب ليه بيقول لي رقم 8 بقى، تتمتع مصر بحماية طبيعية أسبغتها عليها حدودها المنيعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن مصر عندها حماية طبيعية من الأعداء، أسبغتها عليها يعني جت لها من أو وهبتها أو أعطتها الحدود المنيعة. الحدود المنيعة اللي بيتكلم عليها يا أولاد اللي هي الصحراء الشرقية من ناحية الشرق والصحراء الغربية.
الاتنين محاوطين على مصر كده، وبيعتبروا بمثابة الدروع القوية التي ساعدت على حمايتها من الأعداء. يبقى لأن الصحاري تعتبر بمثابة الدروع القوية التي ساعدت على حمايتها من الأعداء. خلاص. طيب ما يجي يقول لي أهمية اختراع الكتابة المصرية. طب أنا دلوقتي ما ينفعش إن أنا أفضل قاعدة من غير ما أكون بعرف أقرأ وأكتب. لما هقرأ وأكتب هسمع إيه بقى؟ الكلام اللي بيقوله المدرس، وممكن أكتب وراه أي حاجة مهمة عايز يقولها لنا. يبقى أنا معنى كده إن أنا طول ما أنا قاعد بسمع لشرح المدرس وبكتب وراه وبفهم حاجة في دماغي، النهاردة خدت معلومتين منه، بكرة هيشرح لنا بقية الدرس هاخد كمان معلومتين، بعد كده كمان معلومتين، بعد كده كمان 5 معلومات. إيه اللي بيحصل للمعلومات اللي في دماغي؟ إنها بتزيد. يبقى الكتابة مهمة لأنها ساعدت على تنمية مدارك الإنسان. تنمية يعني زيادة مدارك ما يدركه أو ما يعرفه الإنسان. نشر المعرفة، أنا لما بقول معلومة لـ30 طالب وأقول في الفصل الثاني كمان 30 وكمان 30 وكمان 30، أنا نشرت المعلومة في وسط عدد كبير من الطلاب، قول مثلا 300-400 طالب. جمع التجارب، كل الكتابة دي عبارة عن تجارب قديمة وسابقة بتتجمع كلها وبتتكتب، وخبرة احنا ورثناها من اللي قبلينا. واي معلومة انت بمثال بسيط جدا، معلومة المدرس قال لي عليها بكتبها في قلب الكراسة، يبقى الكراسة دي عاملة زي الخزنة، بكتب فيها معلومة 2 3 4 5 20 100 200 معلومة، يبقى دي عاملة زي الخزنة، تخزين المعلومات. يبقى أهمية اختراع الكتابة إنها ساعدت على تنمية مدارك الإنسان، نشر المعرفة، جمع التجارب، توارث الخبرة، وتخزين المعلومات. اختزل المصريون الخط الهيروغليفي إلى خط مبسط، أو ممكن يجي لي بصيغة أخرى، ابتكار رجال الدين الكتابة الهيروغليفية لتعذر لصعوبة استعمال الخط الهيروغليفي في الشؤون العامة، فاختزلوا الخط مبسط، خط أبسط يبقى سهل عليهم في الاستخدام، اللي هو الخط الهيراتيكي. النيل من مصادر إلهام المصر القديم في البعث والخلود، لأنهم شاهدوا كيف يقل ماءه. امتى عرفوا ازاي البعث؟ توصلوا للبعث والخلود ازاي؟ عن طريق نهر النيل، لأن هما شافوا بعينيهم وهما بيراقبوه إن المية بتقل لغاية ما تنعدم خالص في حركتها، وتبدو كأن النيل ده انتهى، ملوش حركة، كأنه مات. لما يحصل الفيضان مرة تانية السنة الجديدة بتدب فيه الحياة من جديد، فقال لك زي ما النيل بتدب في الحياة الجديدة بعد الانتهاء، يبقى أنا كمان هحيا الحياة الأخرى بعد الموت. أتمنى أنها تكون مفهومة. اندثار يعني اختفاء مساكن القدماء المصريين بعكس قبورهم، لان المساكن دي كانت تبنى من الطوب اللبن، فطبعا باشت وانتهت مع الفيضان والعوامل الاخرى. اما منازلهم فكانت في نظرهم منازل الخلود. منازل الخلود يعني دار البقاء، يعني زي ما انا بتعب مثلا او انت بتتعب طول النهار وبتروح من هنا لهنا ومن الشغل ومش عارف من فين ومن فين، وفي الاخر بتروح البيت بترتاح فيه، واسم البيت باللغة العربية المنزل. معايا؟ فمنازل الخلود يعني دار البقاء، هي دي بقى اللي في المكان الاخير اللي انا اقعد فيه. خلاص. فكانوا بيبنوا القبور من الاحجار الصلبة لتظل باقية على مر الزمن. النيل المعلم الاول، بنقول عليه اللي هو المعلم الأول، لأنه علمهم كيف يقيمون حياتهم على أساس ثابت من الحساب والنظام. هو النيل علمهم إزاي، لأن هم دلوقتي لما راقبوا نهر النيل عرفوا إمتى بيكون المية معتدلة وتنفع للزراعة، وإمتى يكون الفيضان منخفض ما ينفعش نزرع. خلاص. فبدأوا يتعلموا علم الحساب وينظموا حياتهم على حسب فيضان النيل، فعشان كده بنقول عليه المعلم الأول. ارتبط علم الفلك عند القدماء المصريين بالدين. السؤال ده حلو قوي وسهل، وممكن يبقى بالنسبة للطلبة كتير يستغربوه. ليه؟ لأن الكهنة اللي هم رجال الدين هم اللي اشتغلوا بعلم الفلك وعبدوا الشمس ونظموا السنين والأشهر والأيام
وتوصلوا إلى التقويم أو ذلك التقويم. اكتشاف النار ساعد على تحمل الإنسان شظف الحياة وقسوتها. ليه بقى؟ لأن نهر النيل، أنا أسفة معلش، اكتشاف النار، هو اكتشف النار بمحض الصدفة في أواخر العصر الحجري القديم. فيعني نتخيل كده زي قصة صغيرة كده، هو قاعد وبيحك الحجر بحجر، تحت منه ورق الشجر، فالنار نزلت على، أو الشرر نزلت على ورق الشجر ولعت فيها، فبعد ما كان عايش في الظلمة نورت الدنيا قدامه. يبقى الظلام قسوة والإنارة بقت إيه، تغلب على القسوة ديت بالإيه، بإن هو نور حياته بفضل النار. في قدام منه شايف حيوان مفترس عايز يهجم عليه بس خايف من النار. طبعا الحيوان المفترس قسوة معايا لأنه هياكله، يبقى كده تخويف الحيوانات المفترس ده ساعدته في صيدها، لأنه بقى يحفر حفرة كبيرة ويولع النار ويجري ورا الحيوان ناحية الحفرة. فالحيوان هو جاري مش واخد باله، فعايز يجري من النار وخلاص، يقوم وقع في الحفرة يبقى سهل عليه ان هو يصطاده. طيب ده في حاجة كمان مهمة، ان وهو قاعد قبل اكتشاف، قبل النار ما يكتشفها، كان عايش في الضلمة، فبالتالي في الدفء في البرد، كان بردان جدا، فبالتالي لما هتولع له النار هيحس بالدفء. خلاص الطعام بدل ما ياكله ني، اكتشف ان هو لما يكون في قلب النار ويستوي هيبقى طعمه اكثر استصاغة بالنسبة له. خلاص يبقى جلبت له الدفء، الإنارة، طهي الطعام، تخويف الحيوانات المفترسة وصيدها أيضا. حول استئناس الحيوان حياة الناس من حياة هادمة مستهلكة إلى حياة منتجة بناءة. الكلام ده جميل قوي. ليه بقى؟ لأن هيبقى فيه تغيير بقى، بدل ما هو هادم ومستهلك يعني بيخلص على كل اللي قدامه ويستهلكه، لأ ده هو يربي الحيوانات. استئناس يعني تربية، هيربي الحيوانات، فبدل ما يبقى عنده خمسة من عدد مثلا الخراف، الأبقار، الجاموس، أي نوع من أنواع الماشية، هيبقوا خمسة، الخمسة دول هيبقوا 10، لأن هو بيربي فيهم معايا، وهيستفيد من ألبانهم، ولو ذبحهم هيستفيد من إيه، من لحومهم، ومن يتغطى بالشعر والجلود يعمل منها ملابس، ولو صوف، وكمان هيستفيد من العظام والقرون والأنياب في صناعة الأدوات والأسلحة وأدوات الزينة من الأنياب معايا، وكمان مخلفات الحيوانات أو روث الحيوانات. طب في حاجة كمان، ده هو هيستخدمها طول ما هي لسه ما دبحهاش في النقل والزراعة، هتساعده في أعمال الزراعة. فده الكلام ده كويس جدا، وشيء يعني إيه نقول عليه إن حياته تغيرت من هادم ومستهلك إلى منتج وبناء. تميزت الحضارة المصرية بعراقتها وأصالتها. ليه؟ زي الخيول العربية الأصيلة كده، لو جبنا السابع جد ولا الجد السبعين حتى هنلاقيه عربي أصيل. طيب هنشوف كده مع بعض امتحان السنة اللي فاتت يا ولاد، نظام الأسئلة جاي إزاي. أولا ورقة الأسئلة هنجاوب على الأسئلة كلها، ممكن تكون الأربع أسئلة كل سؤال عليه 10 درجات، وإحنا بنحل كده الامتحان هنبص مع بعض ونشوف الدنيا عاملة إزاي. هيجيلي أول سؤال إكمل، بيقولي عثر رجال الحملة الفرنسية في مصر على حجر عرف باسم حجر رشيد. طبعا لو جالي عليه برضو السؤال ده ممكن يجيلي يقولي اللي فك رموزه، هنقوله العالم الفرنسي شامبليون. خلاص الكلام ده طبعا سنة 1000 عثر عليه، تم فك رموزه سنة 1822. لكن خلي بالكم يا جماعة، حجر رشيد ده أصلا معمول من أيام البطالمة، يعني يرجع إلى عهد البطالمة، إنما لقوه في مدينة رشيد لما جات الحملة الفرنسية لمصر. طيب الحقبة التي سبقت التاريخ المكتوب تعرف باسم عصور ما قبل التاريخ.
أو فجر التاريخ. خلاص، توصل الإنسان إلى استخدام النار في أواخر العصر الحجري القديم. خلي بالكم، في أواخر العصر الحجري القديم تميزت حضارة نقادة بزخرفة الأواني الفخارية. بزخرفة الأواني الفخارية، جميل الكلام ده. السؤال اللي بعد كده، تميز تاريخ مصر بالاستمرار، بالقدم والاستمرار، بالقدم والاستمرار. ضم فن الرسم في مصر القديمة نوعين هما التصوير على الجدران والنقش على الحجر. دي كلمة اللي ناقصة في اكمل واحنا بنكملها. سمح الملك أبسيماتيج للتجار الإغريق بإنشاء مدينة نقط، هقول له نقراطيس. تتلمذ الإسكندر على يد الفيلسوف أرسطو. تزعمت المدن الإغريقية مدينة إسبارتا، مدينة إسبارتا لمدة 200 عام، 200 سنة. أدرك أن الإصلاح الإداري أهم من الحروب الملك حور محب، حور محب. السؤال الثاني صح وغلط. نقرأ برضو السؤال كويس لأن ممكن يقول لي مع تصحيح الخطأ، بس هو عامة يعني إيه صح وغلط. السؤال الأولاني في ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية، هيقول لي عرف عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي. طبعا صح، خلي بالكم يا ولاد، الدولة القديمة اسم العصر، الدولة القديمة فترة شباب مصر وعصر بنات الأهرام. الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي، الدولة الحديثة عصر المجد الحربي. بيقول لي كانت العلاقات دائما بين إهناسيا وطيبة جيدة أيام الأسرتين التاسعة والعاشرة. غلط، لأن كانت العلاقات حصلت مشاكل تطورت لحروب، وفي أول الحرب انتصر أمراء أهنسيا، في آخر الحرب أو نهاية الحرب انتهت بانتصار أمراء طيبة. رقم 3، اتخذ أمنمحات الأول موقع العاصمة الجديدة متوسطة بين الوجهين القبلي والبحري. صح، الأدب التهذيبي بيعتبر أو الأدب التهذيبي عبارة عن تعليم ووصايا أخلاقية. صح، بنى المصريون القدماء بيوتهم وقصورهم من الأحجار الصلبة. غلط، دي المقابر هي اللي كانت من الأحجار الصلبة، إنما بيوتهم كانت من الطوب اللبن وعشان كده اندثرت واختفت، إنما المقابر ظلت موجودة حتى الآن لأنها كانت في نظرهم منازل الخلود. اتجه الإغريق نحو البحر لفقر بلادهم. صح، ممكن السؤال ده يجيلي بما تفسر. بصوا بقى السؤال دوت رقم 2 في جزئية، احنا عندنا صح وغلط كانوا عبارة عن كام جملة؟ 6 جمل، كل واحدة بدرجة، يبقى دي كده 6 درجات. بعد كده الرقم ب، ما المقصود بكل من؟ هيجي جزئيتين يطلبهم مني كل واحدة بدرجتين، يبقى 6 و4 يبقى 10. السؤال كله بيبقى عليه 10. الفن القبطي، الفن القبطي هقوله هو فن ذو طابع خاص بدأ في الظهور منذ نهاية القرن الثالث الميلادي على يد أقباط مصر، وتأثر بالعقيدة المسيحية، وكان قوامه الفنون والعادات والتقاليد المصرية، يعني كان بيعبر عنه، وأصبح له ملامح واضحة بعد أن أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للدولة الرومانية في القرن الرابع الميلادي. الفن القبطي اشتهر بإخراج الأيقونات، وأنا بالمرة وأنا بحل الامتحان حطيت التعريف بتاع الأيقونات، والأيقونات دي عبارة عن صور دينية مسيحية مصنوعة بطريقة النحت أو النقش أو التصوير، وكانت تودع في الكنائس والأديرة. صناعة الأقمشة الملونة ومنها القباتي، وهو الاسم الذي أطلقه العرب على النسيج المصري ذي الشهرة الواسعة نسبة إلى القبط الذين يصنعونه. خلاص، أنت ممكن تكتفوا تقولوا بإخراج الأيقونات والقماش القباتي. العصر البيزنطي هو عصر الدولة الرومانية الشرقية، وخضعت لها مصر لمدة حوالي 250 عام، بيبدأ من عصر الإمبراطور قسطنطين حتى الفتح العربي لمصر. القسم الثاني من العصر الروماني، يعني العصر البيزنطي ده اللي هو القسم الثاني، القسم الأولاني كان العصر الروماني.
تأثر القسم العصر البيزنطي بعاملين، هو فساد الأولاني فساد الحكم والضرائب الباهظة واستخدام العنف في جماعة، والتاني الخلافات الدينية بين رجال الدين البيزنطيين اللي هما في كنيسة بيزنطة ورجال الدين المصريين في كنيسة بالإسكندرية، وده خلى الإيه الأباطرة الرومان أو البيزنطيين يعذبوا المسيحيين أشد أنواع العذاب. السؤال الثالث، ما النتائج التي ترتبت على كراهية المصريين لحكم الفرس؟ طبعا لما المصريين يكرهوهم ايه نتيجة كده؟ هيقوموا بثورات متعددة لغاية ما يحرروا مصر نهائيا من حكم الفرس سنة 410 قاف ميم قبل الميلاد. طب ما نتائج ضعف البلاد بعد رمسيس الثاني؟ مدام البلاد ضعيفة يبقى هيبقى فيه تعدد لغارات الليبيين، يعني هجوم عليهم، وشعوب جزر البحر، مما أدى إلى تولي راجل سوري حكم البلاد بضع سنين إلى أن تمكن ست نخت من الجلوس على العرش ناهيا بذلك حكم الأسرة التسعتاشر. احنا ممكن نقول تعدد غارات الليبيين وشعوب جزر البحر وانتهاء الأسرة التسعتاشر. ما نتيجة التفوق الحربي للهكسوس؟ دخل الهكسوس مصر ايه بسهولة، وطبعا ساعدهم على ذلك تفكك البلاد وعدم اتحادها وانشغال الأمراء بالنزاع على الحكم. هنيجي نلاقي بعد كده هيسألنا ويقول لنا ايه تاني، ما نتيجة انتصار تحتمس الثالث في معركة مجدو؟ قامت لأول مرة في الشرق دولة كبيرة تمتد في قارتي آسيا وأفريقيا وأحكم السيطرة عليها، وسمح لأمراء فلسطين وسوريا بالعودة إلى حكم إماراتهم على أن يقسموا يمين الولاء له، وأرسل أبنائهم إلى مصر ليتعلموا بها ليتولوا الحكم بعد آبائهم. ما نتيجة اتساع رقعة الإمبراطورية المصرية في عهد الدولة الحديثة؟ هنقول نشاط التجارة وزيادة عدد السفن الناقلة للبضائع بين مصر والساحل العتيق. طيب هيجي يقول لي إلى من تنسب الأعمال الآتية؟ السؤال الرابع، عقد أول معاهدة سلام في التاريخ رمسيس الثاني، أحرز نصرا ضد شعوب البحر المتوسط وله معبد يسمى هابو رمسيس الثالث. رقم 3، هنقول اعترف بالمسيحية دينا رسميا للدولة ثيودوسيوس، لقبه الكهنة بابن أمون الإسكندر الأكبر الإمبراطور البيزنطي الذي فتحت مصر في عهده هرقل. طيب ب في السؤال الرابع، دلل على صحة العبارات الآتية، تطورت مصر نحو الوحدة بعدة مراحل. السؤال ده مهم جدا يا جماعة، هو نفس السؤال بتاع مر سكان مصر الأوليين بأدوار سياسية واجتماعية متعددة. هقول له إن الوحدة التاريخية لم تحدث فجأة وبدون مقدمات، فقد مرت بمراحل. ممكن أقول الثلاث مراحل على طول وأخش فيهم، هم دول الإجابة الأساسية.